الحركة بركة والعقل السليم في الجسم السليم. كلام سليم، لكن لماذا يكره البعض ممارسة الرياضة؟ وفقاً لموقع ميديوم، الافتقار إلى الحافز هو السبب الأول والأكثر شيوعاً وراء الكسل بشكل عام، وبالتالي ضعف العزيمة. الجينات أيضاً لها دور. وفقاً لدراسة هولندية، العوامل الوراثية تحدد حوالي 37% من استجابتنا تجاه الرياضة. هذا يفسر العبء الهائل الذي يشعر به البعض قبل وأثناء التدريب. سبب آخر وهو أن بعض التمارين معقدة، والاعتماد على التعليمات المكتوبة أو مقاطع الفيديو يمكن أن يجعل الأمور أكثر صعوبة في غياب الدعم الشخصي. وبالنسبة لصلاة الجيم، فالناس يكرهونها لأسباب مختلفة، أبرزها تحكم جداول التمارين في جميع قراراتهم الحياتية، من خطط السفر والخروج مع الأصدقاء والعائلة.